مسلما. الغزالي زاره في بيته محمد، فلما خرج سالوه الصحفيين في جريده الرياض قالوا كيف رايت من بعد؟ قال رايت رجلا يكلمني من الجنه. رجل يقول راح الجنة أصلاً، عاد يكلمنا من الجنة. الآن ليس لابن باز شريط ولا كتيف في السوق يرد على إنسان باسمه، كل تلطيف ولفت. الغزالي رد عليه ب 14 كتاب فقط من المملكة العربية السعودية، ورد عليه ب 22 شريط وكفر، وقالوا زنديق، قالوا يضرب رأسه بالسيف وعليه بالإعدام، ومن وجده فليقتله. جاء ابن باز غداه قال يا شيخ محمد أنت رجل عظيم ولك جهود مشكورة ومأجورة في خدمة الإسلام والمسلمين، بلغنا عنك بعض المسائل، قرئ عليه بعض الكتاب، ما رأيك لو كان كذا وكذا؟ فحاوره ولا طفى. خرج الغزالي يضحك، قالوا كيف رأيت ابن باز؟ قال رأيت رجلا يكلمني من الجنة. نحن بحاجة إلى هذه النماذج المبدعة، ولذلك ما كان الرفق في شيء لزانه. ولذلك لما سلم أعراض المسلمين سلم الله عرضه، فلم يرد عليه للآن، ولم يجرح في عدالته وفي ثقته وفي علمه وفي جدارته.